حسيت انه له مستقبل يعني، والكل نصحني فيه. انا اخترت تخصص شريعه وقانون، تخصص اللي طول عمري بحلم فيه من انا صغيره مهندسه. انا اخترت تخصص الاي تي، وانا يعني كان عندي طموح من زمان ونفسي فيه. اخترت تخصص الهندسه، ميولي تجاه الهندسه بالاخص هندسه حاسوب منذ الابتدائي تقريبا، فانا بميل هذا التخصص. أنا اخترت الجامعة الإسلامية لأنها جامعة متميزة وعريقة ومعترف فيها دولياً. اخترت الجامعة الإسلامية لأنه سمعت إنه قوية كتير وبتطلعني يعني قوية منها، فإنه ممكن إني أنزل على الشغل بعد التخرج وأنا قوية. لأنه صراحة بحس إنه الجامعة الإسلامية فيها الدكاترة، فيها الأشخاص اللي هيخلوني أوصل لحلمي والأعلى الدرجات في تخصص الطب. جامعة عريقة وما شاء الله عليها، جامعة معترف فيها دولياً. الجامعة الإسلامية بالنسبة لها تقييم عالمي عالي جداً، وبالنسبة لفلسطين حسب معرفتي قديمة هي معرفة إنه ثلاثة على مستوى فلسطين في التعليم، خصوصاً في الهندسة هي أكثر جامعة رائدة في مجال الهندسة.